الحقيقة أنا شايف إن المهرجانات دي من أهم الطرق والوسائل اللي بتقرب الشعوب كلها من بعض. يمكن تواجد النهاردة لاهتمامي بفكرة أو مبدأ إن الفن هو أهم عنصر في القوى الناعمة. إحنا النهاردة نتكلم على مهرجان خاص بالسينما الإفريقية، وده حقيقة توجه الدولة المصرية. رئيس عبد الفتاح السيسي مركز بشدة الفترة دي على العلاقات الإفريقية اللي إحنا جات فترة طويلة وافتقدناها. أكبر وأهم جسر ممكن يربط بيننا وبين الشعوب دي هو الفنون، فيمكن النهاردة دي خطوة مهمة جدا لإعادة العلاقات بشكل كما كنا عليه سابقا.